خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو الو. ايوه الو. ايوه مساء الخير. اتعرف بيكي؟ هبه. ازيك يا هبه؟ الحمد لله. هبه كم سنه؟ 19. مرتبطه هبه؟ متجوزه. 19 ومتجوزه؟ للاسف. انتوا بتتجوزوا بدري ليه كده؟ للاسف. مستعجلين على ايه بس عشان ابقى فاهم يعني؟ للاسف. لا يا ستي لا اسف ولا حاجه. طيب قولي لي متجوزه بقالك قد ايه؟ بقالي سنه ونص. اتجوزتي عن حب ولا جواز تقليدي؟ بس هو كان في الاول كنا بنحب بعض. بس جه بعد كده و يعني الخناق بقى اشتغل وكده يعني. فتقريبا الحب قل. طيب تعالي بس، حكايه خناق اشتغل ده ما بيقللش الحب، بس في الاول يعني في الاول بيبقى عايزين نفهم بعض ونقرب من بعض فعشان كده ممكن تكون بتحصل مشاكل. طيب احكي لي، كان عن حب قعدتوا قد ايه تحبوا بعض ولا فتره الخطوبه هي اللي كانت حب؟ هي كانت فتره الخطوبه سنه ونص تقريبا. سنه ونص. سنه ونص يعني كان عندك 17 سنه لما اتخطبتي. يعني جت ظروف وانا قعدت من المدرسه وكده واتخطبت له. وبعدين اتجوزنا. اتجوزنا مسافه يعني سنه اقل من سنه كمان يعني من سنه. بس انا جيت بعد كده واحد جارنا في بيت جوزي. يعني حبيته وحبني ده بعد ما اتجوزتي. واتكلمنا وكده. طب ليه انت ما كانتش علاقتك بجوزك كويسه وقتها؟ لا بس هو كانت كويسه جدا. طب ايه اللي خلاك تعلقي بجاركو ده؟ مش عارفه. انا في حاجات كتير قوي يعني نفسي اتغير منها بس مش عارفه يا اسامه. هل انت كنت قبل الجواز متعوده كده انك تتعلقي بسرعه باي حد؟ لا. طب جاركو ده ايه اللي شدك يعني ليه؟ يعني كلامه الحلو بس. وجوزك ما بيقولكيش كلام حلو؟ مش على طول. هو نرفزته مش كويس معايا. كان بيكلم واحدة عليا في أول الجواز. وبدأ يتغير معايا بسببها وأنا قارنته ما بيني وما بيني وما بينها. اختارها هي في الأول. ده على سبيل العند ولا على سبيل إيه بالظبط؟ لا كان عند. ورحت عند ماما قعدت شوية وجيت هنا. وبعدين هو اتصل عليا وقعد يقول لي ترجعي معلش انا اسف واتغير. بس واتغير ما اتغيرش لسه برضه بيكلم بنات عليكي. لا هو مش بيكلم، هو بطل يكلم. بس المشكله ان هو بقى بدا يشرب. بيشرب ايه؟ حشيش. وبدا يعني يمد ايده بيمد ايده لما بيتنرفز عليكي بيمد ايده. متعامل بعنف. يعني مش لاقيه منه كلمه كويسه فانا لقيتها مع الشخص التاني. بس انا حاسه ان انا خنته. نفسي ابعد عن الشخص ده. الشخص التاني ايه العلاقه اللي بينك وبينه بالظبط؟ كلام بس والله مش اكتر. مش اكتر كلام في التليفون مثلا ولا بتتقابلوا وتتكلموا؟ لا انا قابلته مره واحده بره. بس من ساعتها يعني حاسه ان انا بعمل حاجه غلط. حاسه ان انا بعمل حاجه من وراه. والكلام بيبقى عن طريق التليفون مش كده؟ ايه؟ والكلام تليفون بس بعد كده؟ كلام تليفون بس وبشوفه من بعيد لبعيد. بس انا يعني خايفه ان انا هو في يوم من الايام يكتشف حاجه زي كده. حاسه ان انا بخونه بمعنى اصح. طيب الكلام ده وصل لايه؟ ما هو الكلام ده ممكن يبقى كلام لطيف عادي كده في الهوا وممكن يبقى كلام غويط شويه. بص انا اقول لك على حاجه، اللي شدني ليه ان هو بيخاف عليا قوي. وبيحبني قوي. يعني بيعملي كل اللي انا عاوزاه تقريبا. خطيبك كان بيعمل معاكي كده قبل ما يتجوزك مش كده؟ بس هو كان مهمني بس مش قوي. بس انا كنت عذره عشان هو كان شغال وكان مسافر وكده فانا كنت بعذره. بس فجينا بعد الجواز في الاول كان كويس اكيد طبعا عشان كنا لسه عرايس. بس وحكايات بقى في حكاية تانية كمان ان هو مختلف معايا في حكاية الخلفة. يعني مختلف معاكي في حكاية الخلفة ازاي؟ يعني هو مش عايز ولاد وانتي عايزة ولاد؟
هو مأجلهم مثلا ولا هو ما عندوش إمكانية الخلفة؟ لا هو في إمكانية وكل حاجة واحنا كويسين وكل حاجة، بس يعني كل ما يحصل مشكلة يقول لي لسه بدري مش عارفة ايه، يمكن ما يحصلش نصيب ما بيننا. وانا حاسة ان انا لو سبته اللي انا حاسة ان انا هتعب. ليه هتتعبي؟ انت مش بتحبي حد غيره؟ بس هو انا يعني حاسة ان هو حاجة مهمة في حياتي، جوزي حاجة مهمة في حياتك؟ طب الإنسان التاني، هنرجع له تاني اللي كنتي بتكلميه ده، نفسي أبعد عنه بس مش عارفة خالص. الكلام بيغوط ولا الكلام من على الوش بحبك وحشتيني وخلاص كده؟ لا بحبك وحشتيني، هو عامة في الكلية قالك مثلا اتطلقي واتجوزك؟ قالك حاجة كده؟ خالص خالص، مش في دماغه الموضوع ده؟ لا 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 خالص، بس هو كان هو بيقولي دايما حتى لو انت اتطلقتي احنا ممكن نبقى مع بعض بعد كده واتجوزك واقف قدام الدنيا كلها عشانك، بس هو بيشك فيا قوي يعني لدرجة ان انا بقول له مش عشان انا كلمتك على جوزي ان انا بكلم حد تاني. هو على طول الشك ده عنده وحش قوي. لا ما هو ده وضع طبيعي، لازم يشك فيكي اكيد، ما انا بقول كده بقى. واحدة خانت جوزها ولسه عروسة جديدة ما بقالهاش سنة وتعرفت على واحد تاني، يبقى وضع طبيعي جدا ان حتى لو اتطلقت من جوزها واتجوزتها بعد شويتين هيعدي بتاع اللبن الصبح هتخني معاه. هتغير ازاي يا اسامة؟ مفيش حد هيغيرك الا انت نفسك. على فكرة انا حاولت ان انا ابعد عنه كتير قوي ومعرفتيش؟ يعني كل ما اجي ابعد عنه واغير رقمي وخلاص وهنساه برجع اكلمه تاني وارجع اقول له يعني وحشني وكده يعني. طيب اسالك سؤال تاني، العلاقة الحميمية ما بينك وبين جوزك كويسة ولا فيها مشاكل؟ مش على طول، مش على طول كويسة. يعني ايه مش على طول كويسة؟ ايه؟ يعني ايام كويسة وايام لا؟ اكيد والايام اللا دي بتبقى مش كويسة علشان هو بيبقى عايز يعمل العلاقة في وقت انت مش عايزة، ولا بيبقى عايز يعمل العلاقة أو العلاقة بتتعمل وما بتكملش؟ لا لا خالص، هو الموضوع ده بالنسبة له عادي أساسا. عادي يعني مش فاهم؟ عادي حصل ما حصلش عادي بالنسبة له. إنما أنت بالنسبة لك يعني إيه بتبقى كويسة ويعني إيه بتبقى وحشة؟ يعني بتبقي أنت رافضة العلاقة وهو بيصر يعني ممكن اليوم ما يكملش كويس؟ بس يا سامة هو ساعات الصبح نبقى كويسين ويقولي كلام حلو وكده، وساعات بالليل ممكن يقلب بقى. ممكن يقعد بالاسبوع ما يكلمنيش، ممكن يقعد باليومين ما يسألش فيا، يطلع ويدخل مع نفسه خالص يعني مهملني خالص. طب بصي بقى، حتى بص يا سامة معلش انا قاطعك، يعني في حاجة انا بعملها ليه من دول، يعني بقفل تليفوني عشان ما رنش عليه، بحاول ان اقرب لجوزي، كل ما اجي اقرب له الاقيه هو بيبعد عني. بس مش عارفه اعمل. ولما جوزك بيعاملك وحش ما بتقدريش تعترضي مش كده؟ اليومين دول اكيد ما بتعترضيش؟ لا لا خالص، بحاول ان انا اهديه واهدي اموره. عارفه ليه ما بتعترضيش؟ ليه؟ عشان حاسه من جواك انك بتعملي حاجه غلط. علشان كمان وجودك، علشان وجودك في البيت اللي انت فيه دلوقتي بيديكي فرصة انك تشوفي الانسان التاني من بعيد وانك تكلميه وان العلاقة تفضل ماشية. بس انا والله بعدت عنه، يعني انا الفترة اللي فاتت دي بعدت عنه بسبب شكه. بص يا بنت الناس انا مش هضحك عليكي، هقول لك بصراحة انت لسه صغيرة لا عارفه تقيمي يعني ايه علاقه ولا يعني ايه جواز ولا يعني ايه خطوبه ولا يعني ايه حمل ولا يعني اي حاجه. انت عايشه على الوش طايره. مع الاسف اتخطبتي واتجوزتي ودخلتي وحبلتي وانت كلك على بعضك 19 سنه. وظهر لك واد عفريت جن روشك اتشدتي له، كلمك كلمتيه ودخلته في علاقه وتليفوناته بحبك يا اسمك ايه، اصل جوزي وحش. ما هي دايما اي واحده بتخون تقول اصل جوزي بيعمل، اصل جوزي بيعمل.
مهما تحاولي تصلحي مش هتصلحي. انا بقولها لك وانتهى الامانة، مش هتصلحي الا لما تصلحي نفسك الاول، لما جوزك يحس انك بتحبيه بجد، ان مش بتحاولي تطبطبي عليه ولا تحايليه ولا، لان ده احساس، دي مش معاملة، دي مش يعني انت مش موظفة في حتة وعندك 6-7 واجبات يومية لازم تعمليهم، مش موظفة بتشتغل في اوتيل ومطلوب منك انك تقابلي الزبون بابتسامة فتبتسمي بوشه، الزبون مش فارق معاه اذا كنت ابتسمتي من قلبك ولا مش من قلبك، انما جوزك بيحس. بص يا بنت الناس، جوزك ممكن يكون غلطان، ممكن يكون بيحشش، ممكن يكون بيعمل حاجات كتيرة غلط، انما انت بتقولي انا حاسه ان انا بخون، انت بتخوني، والنهارده بنتكلم في التليفون، بكره هينام معاكي، بعده هينام معاكي تاني، بعده ممكن تحصل مصيبه ويبقى في حمل ومش عارفه تقولي لجوزك ان في حمل. لو انت قلقانه ان جوزك يكتشف، تاكدي تماما ان ربنا شايف كل حاجه انت بتعمليها. عايزه تتعدلي يا بنت الناس، ترجعي بقى لربنا سبحانه وتعالى وتسجدي وتركعي وتقولي يا رب خلصني من الوعكه اللي انا عايشه فيها دي، خلصني من الازمه اللي انا عايشه فيها دي. والزبون التاني ده لما يكلمك قولي له بص يا ابن الناس، انا حاسه ان انا كده بغلط وداخله في سكه الغلط، وانا عايز امشي مع ربنا عشان ربنا يباركني في حياتي، لو بتحبني بجد ابعد عني وخليني ماشي مع ربنا، وتاكدي انه مش هيبعد، هيقرب تاني وتالت ورابع وهيجرب، لان الشيطان جواه هو اللي بيحركه زي ما بيحركك انت دلوقتي. اتعدلي واتظبطي وشوفي بيتك وجوزك، لو جوزك ما تعدلش بالسلامه يمشي، انما ما نخونش، لقب مطلقه ارحم بكتير جدا من لقب خاينه.